没装进我心里，打包带走住进你心底。El معلم أحب الانضباط وأعلم لطلابي دائما ولذلك أستيقظ باكرا كل يوم حتى أصل إلى المدرسة في الوقت المناسب. رفيقي الدائم دفتر التحضير والأقلام الملونة التي أكتب بها على السبورة بخط أنيق وأرسم باستخدامها الرسومات التوضيحية. وأحتاج دائما إلى المؤشر الذي أستخدمه في الشرح فيتابعني طلابي الأعزاء وينتبهون إلى ما أرمي إليه. ودائما ما أستعين بالخرائط والمصورات واللوحات التوضيحية لكي أوصل المعلومة إلى طلابي بشكل سهل وممتع. فطلابي هم كأبنائي، أحبهم وأتمنى لهم الخير والتوفيق، فهم مستقبل هذه الأمة وأملها، فالعلم هو درب النجاح.